أولا أنت برأيك لماذا هذه الأهمية بدخول 8 نساء إلى البرلمان اليوم في البحرين؟ ونعرف أنه البحرين دخل إليها نساء إلى البرلمان سابقا وترأست البرلمان المرأة البحرينية، ولكن تقول سميرة رجب بأنه هي الآن تدخل مستقلة. هل برأيك هذا هو العنصر الأساسي لأهمية هذه الانتخابات؟ اليوم نرى أن دخول المرأة كمستقلة هو ناتج لقوة المرأة التي حصلت عليها عن طريق الدعم الدائم لسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة الملك البحرين. نعم. لذلك ترين اليوم المرأة عنصر جدا قوي ومرتكز بذاته. لذلك اليوم احنا نرى ان المرأة لما تدخل كمستقلة تراهن على إثبات الذات، هذه أولا. ثانيا، في السابق كانت الجمعيات أو التكتلات أكثرها من عناصر ذكورية، لذلك لم تحظى في ذاك الوقت المرأة بتلك التكتلات، ولكن اليوم نرى أن المرأة بحد ذاتها ستتكتل في تحت قبة البرلمان. يعني النساء 8 رح تكونوا كتلة واحدة؟ 8 نساء ستكونون كتلة واحدة في البرلمان؟ نعم. نتمنى.